بسم الله، ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي اقدر اعدل في فيديو، او ازاي ان انا اخلي فيه كلمه تتحرك في قلب برنامج فوتوشوب. برنامج فوتوشوب مشهور ان هو صوره ثابته وكلمه ثابته، ان انا بعدل على صوره، دخل صوره مثلا وغير كلمه، احط صوره حد، اغير صوره حد، صورت صوره بالموبايل عايز اخلي مثلا ان انا واقف جنب بلهول او بلهول بيجري ورايا، يعني بلعب في الصور بس خلاص، انما ممكن اخلي فيه حركة في الموضوع. أول حاجة لازم أعملها إن أنا أغير الورك سبيس بتاعتي، أجي هنا وأقول له خليها موشن، بيجيب لي التايم لاين بتاعي. تمام، هبدأ أقول له كرييت فيديو تايم لاين، بيبدأ يجيب لي التايم لاين بتاعي كده. طيب أقدر أدخل فيديو؟ أه أقدر أدخل فيديو، إن أنا أجي هنا أقول له إمبورت فيديو وأقدر أدخل فيديو بتاعي. بس خلينا نتحرك الأول، نتعرف الأول على الحاجات البسيطة بتاعتي، إن أنا ممكن أعمل إيه في قلب الصورة. ممكن أجي هنا في اللاير هلاقي بعض الحركات عندي زي ترانسفورم أو إس دي ستايل. هنجرب الموضوع ده في تكست. تمام، يعني هاجي هنا تكست وأقول له اكتب لي مثلا خليها عمر سليم بالشكل دوت. تمام، عايز أديله حركة، فهاجي هنا في اللاير أفتح المثلث دوت والاقي ترانسفور. تمام، اروح تسع العلامه ديت، يبقى انا كده عملت عمر سليم في النقطه دي. اروح محرك كده مثلا لحد هنا واقول له اعمل لي نقطه كمان. تمام، لو انا حركت عمر سليم في النقطه دي او التكست من هنا لهنا وارجع قلت له حرك، الاقي ان الحركه بتاعتي ظاهره معايا. تمام، من هنا لهنا مفيش حاجه تتحرك لان ما عنديش نقطه هنا. ممكن اروح حاطط نقطه في الاخر خالص. تمام، يبقى الجزء ده ما فيهوش حركه، الجزء ده هو اللي فيه حركه. ممكن اجي هنا وابدا اعمل حركه. تمام كده مثلا، اهو ماشي. الاوباست تحتي اجي هنا اروح مفعلها واروح مغير في الاوباستي، خلي دي مثلا ثابته. اجي هنا اروح قايل له اعمل لي واحده كمان اوباستي، وروح مغير الشفافية بتاعتي. تمام، تعال نشوف التأثيرين مع بعض هيبقوا عاملين ازاي. يبقى دي بتتحرك، أول ما تيجي هنا تبدأ تختفي. الستايل بتاعي اهوت، ممكن أروح أخلي فيه نقطة هنا ستايل جاهزة، هنا ممكن أروح أقول له أعمل لي ستايل جديدة اللي هي إيه، أقول له مثلا خليها ستروك بالشكل دوت. تمام، طيب طول ما ماشية تبدأ تقل 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 لحد ما تختفي خالص. حتى لو موضوع اللاير ده ملوش، يعني خلينا نيجي هنا مثلا تمام، هتيجي هنا تختفي تمام، التأثيرات اللي عليها تختفي. تمام، فدي مؤثرات كتيرة بنعملها بحيث إن أنت تبدأ تدي حركة قلب الصورة. ونفس الكلام ده تقدر تعمله على اللاير نفسها، تقدر تديها حركة. تمام، زي ما انت عايزها تبدأ تحرك الصورة نفسها بالشكل دوت. تمام، هتلاقي انها هتبدأ تتحرك معاك، اديها مثلا حتة كمان هنا. تلاقي الصورة تتحرك معاك وتبدأ بقى ترجعها تاني هنا زي ما انت عايز. خلاص انت عرفت القصة ايه وتقدر تعدل زي ما انت عايز. تمام، وبعد كده ممكن تقول له فايل سيف از،